للمرة الثانية في حصة الرياضيات. إذن الموضوع السابق كان المعادلات وحل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد. في هذه الحصة سنتطرق إلى موضوع يتبع الموضوع الأول، وهو تغليف مشكلة وحلها. نعلم أن في عالم الرياضيات وعالم مملوء بالمشاكل، إذا لحل مشكلة لدينا خطوات واجب علينا أن نتبعها. هذه الخطوات مثلا، إذا أولا عند حل مشكلة ولابد أن نختار المجهول، نسميه بحرف من الأحرف، ولكن فاصل، فقط جارت العادة أن هذا المشكل يسمى دوما بإكس، جارت العادة فقط. وثانيا عندما نختار المجهول إكس نترجم المشكلة، ترجمة كل المعطيات الواردة في النص بدلالة هذا الحرف، مثلا إكس. ثالثا إيجاد معادلة مناسبة تعبر عن المشكلة. بعد إيجاد هذه المعادلة نتطرق إلى حل المعادلة. بعدما نعطي حل المعادلة نصرح بالحل، أي نعطي النتيجة، ثم وأخيرا نتحقق من صحة النتيجة بالعودة إلى نص المشكلة. ناخذ مثال، هذا المثال يتكلم عن سامية، أم سامية وجدة سامية. إذا ماذا تقول هذه المشكلة؟ يبلغ عمر سامية ثلث عمر أمها، بينما يبلغ عمر أم سامية نصف عمر أمها. إذا علمت أن مجموع أعمار سامية وأمها وجدتها هو 110 سنة، فما هو عمر سامية؟ إذا لاحظ أن في هذه المشكلة يوجد ثلاثة أشخاص، سامية، أم سامية، وجدة سامية، للجدة، داكوغ؟ دونك عندي ثلاث عناصر. هيا، ماذا يبلغ عمر سامية ثلث عمر أمها؟ مثلا، ماذا نقول؟ إذا كان مثلا إكس، قلنا دائما اختيار المجهول في هذه الحالة، نختار إكس. إذا كان إكس هو عمر سامية، فإن عمر أم سامية قلنا هو ثلاثة، هو ثلث عمر سامية، هو ثلث عمر أمها. إذا عمر أم سامية هو ثلاث مرات عمر سامية، أوكي؟ وعمر الجدة لهنايا، بما أن عمر الأم هو نصف عمر أمها، فإن عمر الجدة هو ضعف عمر الأم. نتطرق إذن، أولا ماذا نقول؟ ترجمة كل المعطيات الواردة في النص، مش نقول إذا كان عمر سامية هو إكس، هو إكس، فإن ماذا نقول؟ فإن عمر الأب هو ماذا؟ فإن عمر الأب هو ثلاثة إكس، وعمر الجدة هو مرتين عمر الأم.
العملية الأولى، دونك الترجمة كل المعطيات بدلالة إكس. الآن إيجاد معادلة مناسبة تعبر عن هذه المشكلة. ما دام مجموع عمر سامية والأم والجدة هو 110 سنة، وبالتالي كتابة المعادلة إذا نقول هنايا كتابة المعادلة كيف تكتب هذه المعادلة؟ لدينا عمر سامية هو X، الأم هو 3X، الجدة هو مرتين إذا 3X فهو 6X. إذا المجموع كله هو 110 سنة، أي يساوي 110 سنة. ها هو كتابة المعادلة. الآن حل هذه المعادلة. حل المعادلة. نبسط إكس 3 إكس 6 إكس كم يصبح لي؟ 4 و 6 إذا 10 إكس يساوي 110. علما أن 10 إكس يساوي 10 طبقنا في الحصة الماضية كيف نبسط هذه العبارة بقسم كل من 10 على 10 و 110 على 10. إذا مع الاختزال 10 10 اصبح لي اكس 110 على 10 يساوي 11. ها هو اكس يساوي 11. هذا بالنسبه لحل المعادله. التصريح بالحل معناتها نجاوبوا على السؤال فما هو عمر سامية؟ دونك نجاوبوا عمر سامية هو 11 سنة. ها هو الحل لهذه المشكلة. دونك شفتوا المراحل هذه هنايا ولابد أن نترجم ترجمة صحيحة كل المعطيات خاصة الثلث ثلث نصف، ولابد أن نعبر عن هذه الأعداد بطريقة صحيحة بطريقة رياضية. إذا عمر سامية في آخر المطاف هو 11 سنة. ممكن ماذا قلنا أيضا؟ تصريح التحقق يحقق من صحة التحقيق. إذا ماذا لدينا؟ X هو 11 زائد 3 مرات X، 3 مرات X أي 33، زائد 6 مرات X أي 66. دونك 6 11 و 33 44 44 و 66 110. هذا التحقيق من هذه المعادلة. الآن إلى تطبيق آخر من هذا النوع. ماذا يقول التطبيق وماذا تقول المشكلة؟ لدينا مجموع ثلاثة أعداد طبيعية متتالية، أي مجموع ثلاثة أعداد طبيعية متتالية هو 300. ما هي هذه الأعداد؟ إذا لاحظوا أننا لدينا ثلاثة أعداد. كلمة مهمة جدا هنا هي أنها متتالية. لاحظ بما أنها متتالية مثلا نأخذ مثال بسيط 3 4 5. أعلم أن 3 هو العدد الأول و 4 هو العدد الثاني معناتها هو 3 زائد 1 و 5 معناتها هو 3 زائد 2. إذا ماذا نفعل؟ لدينا قلنا ثلاثة أعداد، لننقص للعدد الأول بآن. ها إذا ها هو ترجمة كل المعطيات. نقص للعدد الأول بآن.
الهد الدهن الثاني لماذا؟ بأن زائد واحد بأن زائد واحد كما نغرس للعدد الثالث نغرس للعدد الثالث لماذا؟ بأن زائد اثنان الآن كتابة المعادلة التي ستترجم هذا المشكل لدينا العدد الأول هو أن زائد أن زائد واحد زائد أن زائد اثنان المجموع كله هو ماذا؟ هو ثلاثة حل المعادلة دائما ما هو كتابة المعادلة حل المعادلة نبسط أن وأن وأن تعطيني ثلاثة أن زائد واحد واثنان يساوي ثلاثة يساوي ثلاثة ها هو حل هذه المعادلة نقول إذا بإضافة معاكس ثلاثة أن زائد ثلاثة ناقص ثلاثة في كل من الطرفين ناقص ثلاثة ماذا يصبح لي؟ ثلاثة أن في الطرف الأول يساوي ثلاثين ناقص ثلاثة يساوي سبعة وعشرين نكمل إذا ثلاثة أن يساوي سبعة وعشرين بواسطة القسمة على المعامل ثلاثة ويساوي سبعة وعشرين على ثلاثة نجد بالاختزال ثلاثة مع ثلاثة نجد أن يساوي تسعة ها هو قيمة أن يساوي تسعة إذا إذا كان العدد الأول مرمز له بأن أي تسعة فالعدد الثاني يكون كم؟ عشرة والعدد الثالث يكون كم؟ تسعة زائد اثنان يساوي إحدى عشر وبالتالي نستطيع إذا أن يساوي تسعة أن زائد واحد يساوي تسعة زائد واحد يساوي عشرة وأن زائد اثنان يساوي تسعة زائد اثنان يساوي إحدى عشرة نتحقق التحقيق هل المجموع حقيقة هو ثلاثون طب يصبح عشرة زائد إحدى عشرة زائد تسعة أو عفوا تسعة عشرة زائد إحدى عشرة بالترتيب فقط تسعة زائد عشرة زائد إحدى عشرة حقيقة يساوي ثلاثة إذا التصريح بالجواب العدد الأول هو تسعة العدد الثاني عشرة العدد الثالث إحدى عشرة والمجموع ثلاثة إذا نتطرق الآن إلى مشكلة أخرى من نوع هندسي لاحظ الشكل الآتي هو مثلث ABC حيث قيس الزاوية A وقيس الزاوية C مجهولة إذا السؤال طلب منا قيس الزاوية A هي مجهولة وقيس الزاوية C هي مجهولة ولكن قيس الزاوية B هي معلومة علما أن الميد يعلم أن مجموع أقياس زوايا مثلث هي 180 درجة إذا كيف نكتب هذه المعادلة؟ إذا كتابة المعادلة تكون على هذا الشكل A زائد B زائد C نعوض A بماذا؟ ب2X زائد B اللي هي 63 درجة زائد C ولا زائد C فقط هنايا لتسهيل المهم يساوي 180 درجة تبسيط هذه المعادلة 2x تصبح لي 3x زائد 63 درجة يساوي 180 درجة إذا علما أن لتبسيط هذه المعادلة ولابد أن نضيف ناقص 63 إلى الطرفين حذاري عندي 3x زائد 63 درجة ناقص
إسحاق ونعطي الثلاثة وستون درجة في الطرف الأول، ولا ننسى إضافة أيضا في الطرف الثاني اللي هو 63 درجة. إذا نصيب هذه العملية 3 إكس ناقص 63 ناقص زائد 63 إذا يعطيني صفر، وبالتالي تبقى لي 3 إكس ناقص 180 ناقص 63 درجة، 180 ناقص 620 إذا يعطيني 117 درجة. إذا ومنه كيف نتطلب كيف نجد قيمة إكس بقسمة كل من 3 إكس على 3 و117 على 3. نكمل قسمة 3 على 3 يعطيني إكس، و117 على 3 إذا يعطيني 3 9 و27 9 وثلاثون درجة. نتحقق 3 في 9 29، 3 في 3 9 والاثنان 11. إذا ها هي قيمة X، وبالتالي ماذا نقول؟ نقول أن قيس الزاوية C ومنه نصرح كما مثل ما قال التصريح بالحد. إذا الزاوية ACB ACB تساوي كم؟ مادام تساوي إكس، وإكس هو 39 درجة، والزاوية BAC، الزاوية BAC ماذا تساوي؟ تساوي مرتين إكس، أي مرتين 39 درجة، ومن مرتين 39 درجة هو 78 درجة. التحقق الآن هو علما أن 2x زائد x زائد 63، 2x هو من هو 78 درجة، زائد عندي 39 درجة، زائد الأخيرة اللي هي 63 درجة، كم نجد؟ إذا 70 و 30 160 8 و 9 14 إذا 180 درجة. هذا الحل النهائي لهذا التمرين بعد ما تحققنا أن مجموع أقياس الزوايا الثلاثة يعطيني حقيقة 180 درجة. الآن نتطرق إلى مشكل من نوع آخر أيضا، علما أن الرياضيات هي مجموعة غير متناهية من المشاكل، ولكن لتسهيل الحياة ولابد أن نجد طرق سهلة لحل هذه المشاكل. لاحظ الآن التطبيق الثالث، ماذا يقول التطبيق؟ أرادت جمعية خيرية تنظيم في شهر رمضان إفطار جماعي، ففكرت في وضع طاولات واحدة جنب الأخرى بحيث يمكن وضع 4 كراسي وكرسي في كل جانب. ها هو المشكل. دونك السؤال، ما هو عدد الكراسي المتوفرة عند وضع 25 طاولة عند وضع 73 طاولة؟ السؤال الثاني يقلب، إذا كان عدد الحاضرين 650 فما هو عدد الطاولات؟ لاحظ أعزائي التلاميذ، فقط لإعطاء صورة مسخرة لهذا الإشكال صممت بعض يعني الطاولات. لاحظ ما دام عندي 4 كراسي، ها هما الكرسيين، 4 كراسي والكرسيين في كل جانب، هذه طاولة واحدة. انظر مثلا عدد في طاولة واحدة ما هو عدد الكراسي؟ 2 4 إذا هو 6. بالنسبة إذا كان لدي طاولتين، انظر 4 4 8 والجانبين 2 إذا هو 10. لاحظ مثلا إذا كان عندي 3 طاولات، 2 4 6 2 4 6 12 والجانبين عندها 14. لاحظ
ولكن إذا كان عندي سيدي خطة ويلة 2 4 6 8 8 16 و 2 8 12 بهذا نقدر نكتفي لا نستطيع أن نحسب إلى ما لا نهاية نحسب عدد يعني حيث يكون التلميذ يعني لاحظ هنا يشوفه في طاولة واحدة 6 طاولتين 10 3 طاولات 14 4 طاولات 18 بكم يزيد هذا العدد؟ شوفوا لهنا مليح 6 10 معناتها 4 14 4 8 4 لاحظ الآن في كل طاولة يوجد 4 وفي الجانبين دائما هذا الكرسيان ثابت 2 2 2 2 إذا كيف تكون الصيغة الإجمالية لهذا المعادلة الصيغة الحرفية لهذا المعادلة كيف تكتب ولابد أن نجد صيغة مثلا نعبر عن الطاولة بتي نعبر عن الطاولة بتي إذا الصيغة الحرفية لهذه المعادلة كيف يكون ربع كراسي زائد كرسيان إذا كانت طاولتين معناتها ربع كراسي في طاولتين زائد اثنان إذا كان ثلاث طاولات ربع كراسي في ثلاث طاولات زائد كرسيان إذا كانت أربع لهذه المعادلة إذا ماذا نقول أولا الصيغة الحرفية الصيغة الحرفية كيف تكتب عندي إذا قلنا دائما هذو أربع كراسي هو إذا أربعة تي أربعة في تي زائد الكرسيان ها هو تبسيطا لهذه الكتابة نكتب أربعة تي زائد اثنان واعلم أن هذه الكتابة تكون مفهومة عالميا هي كتابة معادلة كما تقرأها أنت هنا في الجزائر يقدر يقرأها واحد في أوروبا في المشرق العربي في أمريكا هذه إذا صيغة حرفية لمعادلة تفهم من طرف الجميع إذا ها هي ربع تي زائد اثنان نجاوب السؤال ما هو عدد الكراسي المتوفرة عند وضع 25 طالب إذا 2 عند وضع 25 عدد الكراسي الكراسي عند وضع ماذا قلنا 25 طاولة هو الصيغة إذا ماذا نفعل 4 في 25 زائد 2 4 في 25 هي 100 100 زائد 2 هو 102 إذا هذا عدد الكراسي عند وضع 25 طاولة هو 102 نفس الطريقة أو نفس التقنية بالنسبة ل 73 نضرب 4 في 73 إذا عدد الكراسي أيضا بالنسبة للجواب عدد الكراسي عند وضع 73 طاولة هو بنفس الطريقة 4 في 73 زائد 2 إذا 4 في 3 12 4 في 7 إذا والواحد 12 زائد 2 كم يعطيني 174 الآن نلاحظ السؤال الثاني إذا كان عدد الحاضرين هو 650 فما هو عدد الطالبات؟
أي هنا المجهول هو عدد الطاولات، ولذا ليس هذا المجهول. إذن رابعا عدد الطاولات هو عدد الطاولات. لدينا الكتابة أربعة، ت زائد اثنان يساوي 600 و50. هي معادلة ذات طرفين، إذا نضيف إلى طرف المعادلة ناقص اثنان، ماذا يصبح لي؟ 4 ت زائد اثنان ناقص اثنان هو يساوي 650 ناقص اثنان. دونك عملية حسابية خفيفة، زائد 2 ناقص 2 صفر، 650 ناقص 2 هو 648. إذا بقسمة كل من الطرفين على 4 اللي هو معامل تي اللي هو 4، إذا نقسم على 4 كل من الطرفين فهو نجد تي اختزال 4 على 4. إذا في هذه الحالة نجد 648 على 4 1 2 24 6 0 4 بعد 8 اسم 4 هو 2. إذا عدد الطاولات، نصرح بالجواب، عدد الطاولات هو 162. ها هو نهاية هذه المشكلة اللي هو ضنك بعدد الطاولات. وهكذا ننتهي من هذه الحصة، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.